أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم النساء والسلام. السلام هو الأم المرضعة لكل بلد، وكذلك هي المرأة بحكم أنها تمثل نصف المجتمع، وربما في فترة من الفترات قد تتخطى النصف الآخر. لكن كي نتعرف على هذه الآليات المختلفة في حياتها وكيف أثرت عليها الفترات الأخيرة، سنتعرف في كل حلقة من الحلقات على إحدى أبرز الشخصيات النسوية القيادية في مجالات أعمالها. ضيفة حلقة اليوم هي الأستاذة الدكتورة نجيات جمعان، لكن قبل أن نبتدئ معها هذا الحديث دعونا نتوقف مع هذا الريبورتاج القصير الخاص عنها، ثم نعود لنبدأ محاور اللقاء. الدكتورة نجاد جمعان سيدة أعمال، باحثة ومستشارة اقتصادية، عضوة المجموعة الاستشارية لمكتب المبعوث الأممي، عضوة المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية التي تم تشكيلها من قبل مكتب المبعوث الأممي لليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تولت منصب عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء، وهي أستاذ دكتور قسم إدارة أعمال في جامعة صنعاء. تشغل المدير التنفيذي لصندوق الفرص الاقتصادية، نائب عميد المعهد المالي في وزارة المالية، كما عملت في إطار لجنة إعادة الهيكلة لوزارة المالية، عضوة مجلس الإدارة بشركة جمعان. أعدت عدداً من الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات في الجانب الاقتصادي، عضوة توافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام. اهلا بكم من جديد، واهلا بك دكتوره نجات جمعان، اسعد الله اوقاتك دائما وابدا بكل خير. اهلا بكم واسعد الله اوقاتكم ايضا بالف خير. دكتوره نجات، في هذه الحلقات المتتاليه من برنامج المراه والسلام نحاول ان نتحدث ونتطرق الى امور عديده وفق محاور مختلفه عن دور المراه في عمليه السلام في اليمن تحديدا. وفي كل حلقه لدينا مجموعه من المحاور المختلفه. دعنا نتحدث في بداية حلقتنا لهذا اليوم عن مسارات السلام في اليمن وعن العملية السياسية. بداية، تأثر المجتمع اليمني بشكل عام بالحرب، النساء تحديدا كيف تأثرنا بالحرب وهل تضررنا اقتصاديا؟ بالتأكيد الحرب ضربت كل مناحي الحياة، والمرأة أكثر فئات المجتمع تضررا بحكم أنها هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة والابنة. فعندما تفقد ابنها أو تفقد بيتها تظل هي المتحمل الوحيد لأعباء هذه الحرب. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا النساء أيضا في فترة الصراع أيضا ظهرن على السطح وبادرين وساعدين المجتمع بأشكال كثيرة، منها سواء مساعدات مباشرة للناس المضررين من الحرب أو من خلال المشاركات السياسية أو المشاركات في مستويات مختلفة. مثلا طبعا في حالة الحرب كانت هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع معطيات الصراع ومعطيات الحرب. نعم. المستوى الأول هو مستوى المفاوضات، المستوى الثاني مستوى الاستشارات، والمستوى الثالث اللي مستوى المجتمع. النساء موجودات تقريبا في المستوى الثاني وفي المستوى الأول، والآن هناك برضو يعني حركة لإقناع القيادات السياسية بأنه لابد أن تصعد المرأة إلى المستوى الأول. نعم. فعندما ظهرت الحرب والصراع كانت هناك مشاركات كثيرة للنساء من خلال تجمعات نسوية، وإحداها كان التوافق النسوي والذي أسس في عام 2015، وكان تجمع من نخبة نسوية وقيادات نسوية لها خبرات طويلة في مجال التنمية أو في مجال التربية أو في مجال السياسة، وكانت هناك أصوات وأوراق سياسات ترفع لمكتب المبعوث الأممي حول رؤى النساء في كيفية تناول موضوع مثلا الفيدرالية
موضوع الرئاسة، تقاسم السلطة، حتى في الجوانب الاقتصادية. ثم نزلنا للمستوى الأول، نزلت النساء على مستوى القاعدة المجتمعية وذهبين إلى المجتمع من خلال تواجدهن كمصلحات أو كعناصر تعمل على لم الشمل وعلى معالجة القضايا في المجتمعات التي تظهر بأسباب الصراع. جميل. إذا للنساء في الفترة الأخيرة أعمال مختلفة قمنا بإنجازها، وذلك تواكبا وتزامنا مع فترة الحرب التي تمر بها البلاد. هل تصنف أعمال النساء خلال السنوات الأخيرة ضمن الدور الاقتصادي للبلد؟ بمعنى آخر، هل استطعنا أن يقمنا بدعم الاقتصادي، برفع معنويات الناس من خلال الأعمال التي يقدمنها أو ما شابه؟ من خلال يعني تواجدي كسيدة أعمال وأيضا كفاعلة في مجال القطاع الخاص، وجدنا أنه كثير من الشابات بدأن يعني ينشأن مشاريعهن الصغيرة، بدأن يعملن منتجات متعددة سواء كان في مجال الغذاء أو في مجال الملبس أو في مجالات مختلفة يسوقنها للمجتمع. طبعا الهدف الأساسي أنه البحث عن مورد للأسرة، بحكم أنه الحرب التأكيد بتأثر على دخول الأسر والمجتمعات وفقدان العائل. صحيح. فالنساء لم يتحرجن، الشابات لم يتحرجن أنهن يأسسن مشاريعهن وبدأن يعملن. فكانت هناك برضو توجهات على مستوى مثلا السلطات، مثلا أذكر إحداها مثلا في وزارة الصناعة تم عمل إدارة متخصصة لمنح سجلات تجارية لصاحبات المشاريع الصغيرة. أيضا الغرفة التجارية عملت مع سميبس أيضا في دعم النساء في تقديم تمويل لصاحبات المشاريع. طبعا الهدف الأساسي أنها تشجع النساء لكي تستمر وتنمو أعمالها التجارية. فكان في مساهمة حقيقية في جانب الإنتاجية بالتحديد. أما في جانب مثلا الدعم المعنوي نفسه، منظمات المجتمع النسوية كثيرة جدا وعملت على التدريب والتأهيل والمناصرة في قضايا في الجانب الاقتصادي. نعم، وهذا ما شاهدناه أيضا مشاهدينا الكرام، وربما ركزنا عليه خلال الفترة الأخيرة. في آلية ظهور النساء واتجاههن لجهات أعمالية مختلفة، وذلك من أجل إبراز حياتهن أيضا، وربما كليكن عالة كما كنا حتى في فترة سابقة. إذن هناك آليات مختلفة تستطيع المرأة العمل بها، ممكن آليات مقترحة لتحسين الاقتصاد الجزئي للنساء وتوسيع العمل فيه بشكل دائم. هو أفضل مدخل متهيألي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بس احنا بحكم انه بيئه العمل فيها تحدي كبير وفيها مخاطر كثيره بسبب الحرب، بسبب الصراعات السياسيه، بسبب ثقافات النزاعات، هذه كلها طبعا تاثر بشكل كبير على المشروع. المشروع عاده يحتاج الى بيئه اقتصاديه ثابته مستقره، قوانين واضحه، اجراءات واضحه، علاقات قانونيه بين اطراف العمليه الانتاجيه والعمليه الاقتصاديه تكون واضحه. في بلد زي بلدنا لا زال أمامنا مشوار طويل إن احنا نشتغل ونثبت هذه القضايا، لكن مع هذا استطاعت المرأة أنها تغزو هذا المجال وتعمل. ف يعني المجالات كثيرة لمساعدة النساء بالتأكيد، منها يعني مؤسسات التمويل الأصغر، منها التدريب والتأهيل، منها دعم مؤسسات دعم مناصرة النساء اقتصاديا في الجانب الاقتصادي الجزئي. فبالتأكيد النساء دخلين هذا المجال بدون تحرج وبدون خوف. جميل جدا. إذا دكتورة نجاة، ذكرتي أن هناك مجموعة من المساعدات التي قدمت للمرأة في نطاق أعمالها المختلفة، إلى أي مدى استفادت النساء من هذه المساعدات الإنسانية في البلاد، سواء كانت من جهات رسمية من جهات غير رسمية، كيف أثرت على حياتها؟ هو طبعا الموضوع له شقين، الشق الأول الجانب المساعدات الإنسانية. نعم. طبعا يعني هي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وحتى السلطة عادة حريصين جدا أنه يكون للمرأة نصيب في هذه المساعدات الإنسانية، وفي بعض الأحيان تنزل مساعدات مسمى بأسماء النساء ولو أنها ليست كافية، زي ما أنت ذكرتي في مقدمتك المرأة نصف المجتمع. نعم. إذن معناته نتوقع نصف المساعدات المفروض برضو تجد طريقها إلى النساء، ونصف الموارد الاقتصادية أيضا تجد طريقها للنساء. هذا ليس موجودا الآن، ولا بد ان احنا كلنا نعمل، لانه حتى من باب العداله الانسانيه لا بد انه المراه يكون لها نصيب كما لها نصيب ايضا في تحمل الاعباء. برايك ما هو السبب الذي لم يجعل المراه تاخذ حصتها حتى من قبل المساعدات الانسانيه؟
أعتقد أن المرأة لازال وأقولها وبمرارها لازالت العنصر الضعيف، نعم لأنها ليس لديها الموارد، ليس لديها الإمكانيات، وإن لديها الإمكانيات أيضا تحيط بها كثير من المعوقات، سواء كانت المجتمعية الثقافية، يعني حتى بعض الأحيان من جانب الرجل لا يكون داعم في هذا الجانب، بينما إذا هو داعم أنا متأكد أنه سوف يجد جوانب إيجابية مضيئة كثيرة جدا في المرأة يستطيع أن يستفيد منها للمجتمع وللأسرة وللاقتصاد. إذن دكتورة نجاة، سنتحدث عن الدور الأقوى والأضعف في آليات استقرار المرأة وحياتها، وكيف تكون رقما يعترف به، ودورها أيضا في العملية السياسية وصناعة السلام، ولكن بعد أن نذهب نحن والمشاهدين إلى هذا الفاصل ثم نعود. أهلا بكم في برنامج المرأة والسلام، وما هو دورها الأساسي في عملية السلام في البلاد وأيضا في العملية السياسية وصناعة السلام. دعونا نكمل حديثنا مع ضيفتنا الرائعة الدكتورة نجاة جمعان. أهلا بك من جديد. أهلا بك مرة أخرى، شكرا كثير. دكتورة نجاة، هل الملف الاقتصادي النسوي داخل ضمن العملية السياسية، وهل له أولوية أيضا على طاولة الحوار؟ الملف الاقتصادي بشكل عام مش موجود في طاولة الحوار للأسف، يعني وهذه كانت برضو واحدة من الأشياء اللي حفزتني أن أعمل دراسة. جميل. فيعني عندما اطلعت على مبادرة المبعوث الأممي حول مكونات المبادرة، هم تكلموا عن الرواتب في الجانب الاقتصادي والموانئ، مش هذا الاقتصاد. نعم. الاقتصاد موجود فيما يتعلق بالبنك المركزي، موجود فيما يتعلق بوزارة المالية، موجود فيما يتعلق بالموارد السيادية للمجتمع، كيف سيتم التعامل معها؟ ما هو السبب في عدم ذكر الملف الاقتصادي كملف شامل متكامل؟ نعم. هي يبدو لي أنه ولو أنه التجارب الدولية أثبتت أنه الملف الاقتصادي مهم جدا. نعم. أعتقد أنه واحدة من الإشكاليات المانديت، قانون تعيين المبعوث الأممي، هو سياسي ما هو اقتصادي. وعندما يأتي له ملف الاقتصادي يقول ما هوش من ضمن ملفات المبعوث الأممي، بالتالي يتطلب الأمر اتخاذ قرار في هذا الموضوع ومنح مهمة إضافية لمكتب المبعوث الذي المهمة الاقتصادية. طبعا حشرك معه أكيد كثير من المؤسسات، فاحنا يعني من خلال الدراسة وجدنا أنه فعلا لابد أن يحظى الملف الاقتصادي أهمية. طبعا مكونات الملف الاقتصادي ما هي؟ طبعا الاقتصاديين ممكن يحددوها بشكل واضح، ما هي صعبة. تمام. وأنا من وجهة نظري من خلال تخصصي كإدارة أعمال وإدارة مالية، يعني هي مرتبطة ب يعني كيف يتم التعامل مع الموارد السيادية، من يعني كيف يتم تحصيلها، كيف يتم توزيعها، كيف يمكن توزيعها في جانب التنمية الاقتصادية. إذا لم يكون هناك اتفاق عند إعداد اتفاقية السلام، حتظل الموارد الاقتصادية خارجة عن إطار الاتفاق، وبالتالي تعطي مجال للصراع. نعم. حتى وان تم الاتفاق السياسي مثلا في وقف الحرب وما إلى ذلك. نعم. ف يعني يظل الملف الاقتصادي مهم جدا، ومطلوب انه يعني مكتب المبعوث الأممي او مجلس الأمن والأمم المتحدة يحاولوا انهم يشوفوا من هم الشركاء الذين ممكن يكونوا معهم في هذا الملف. وأنا متأكد أنه إذا دخل هذا الملف في عملية المفاوضات حيقلل من احتمالية فشل الاتفاقية السلام في اليوم. نعم. إذن عدم وجود ملف اقتصادي ضمن طاولة الحوار يعني أنه لا يوجد ملف اقتصادي للنساء. بالتأكيد. وهذا يؤدي إلى معاناة اقتصادية. بالتأكيد. هل من الممكن أن تعزز المعاناة الاقتصادية بالضغط على المطالب السياسية المخصصة للنساء بدوركن وبوصفكن أيضا قيادات نسوية في المجتمع؟ أقصد هل تستطيع الضغط مثلا على الجهات الله يمسكتي على المكان الجرح. نعم. زي ما قلت لك، يعني بالرغم انه يعني هناك نخبه نسائيه بمؤهلات عاليه جدا وخبرات كبيره جدا موجودات وبيشاركن في كثير من الفعاليات، لكن لا تحظى المراه بمراكز مركز القرار
وأنا متأكدة إذا فتح المجال للنساء في أنها تشارك في اتخاذ القرار على مستوى القيادة حيعمل فرق كبير جدا. وهناك تجارب كثير لدول حتى وصل بهم الأمر أن وزارة الدفاع ممكن تتولى أمرها. نعم. إيش المشكلة؟ لأنها مسألة إدارية. كيف صحيح. تديري كيف تديري الأمور. أما في الجانب أساسية. الفني أنت معك ناس متخصصين ممكن أنت تستعيني بالمتخصصين في المجال. والقيادة هي التي توجه كل الإمكانيات والموارد بحيث أنها تحقق أهداف محددة يتفق عليها الجميع. للأسف لم تحظى المرأة وبحاجة إلى دعم وبحاجة إلى تكاتف حتى النساء. يعني النساء لابد أنهن يعملين ولو أنا عارف أنه بالنسبة لهم هو تحدي وصعوبة زي ما قلت لك لأنه في النهاية هي موارد هي إمكانيات. نعم. ماذا تمتلك المرأة؟ وطالما أنها تمتلك إمكانيات معينة ما الذي يمنعها أن تصل إلى ما وصل إليه الرجل في أشياء كثيرة وربما أيضا قد تبدع ما أعتقدش أنه في مانع ممكن أنها تشارك بس نعم. حتاخذ وقت يعني لكن ما يمنع شو الآن قد في حركة يعني في حركة نسوية نسميها أو في مشاركة نسوية نابعة من مسؤولية وطنية. نعم. يعني أنا مثلا يمنية لماذا لا أساهم في مجتمعي في البناء في التنمية في أي مجال من المجالات سواء كانت سياسية سواء كانت اقتصادية سواء كانت اجتماعية. وإحنا نعرف أن النساء أبدعين في كثير من المجالات. صحيح. وقدمين نماذج رائعة. هؤلاء النساء الذين استطاعين أن إيش يعني يخترقين الحاجز الزجاجي القوي الذي بيمنح كثير من النساء بأنهن يعدن. في نساء عدنا واستطاعين أن نعمل شيء. يعني. فنتمنى إنه التجارب هذه برضو تنقل لنساء عشان نقول لهم إنه يعني في إمكانية إنك تساهمي في إمكانية بس أهم شيء إنه كيف تكوني مهنية كيف تكوني على مستوى المسؤولية كيف تكوني هذه برضو خصائص مهمة جدا. نعم. من كلامك استنبط أن هناك أيضا مشاركات نسوية في الفترة الأخيرة خصوصا في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية وقلت بنفسك أن هناك بعض النساء استطعنا أن يتخطين الحاجز الذي كان يقف عائقا أمامهن من قبل. كيف شاركت المرأة في هذه الأعمال خصوصا في الفترة الأخيرة التي تمر بها البلاد؟ والله الإعلام يعني موجود نماذج كثيرة وأنا أعرف فتيات يعني قدمين المساعدة للقرى إلى داخل القرى مثلا في زميلة لي تجمع معونات مثلا من الخارج. جميل. وتزود المزارعين في تهامة ببرطاقة شمسية. جميل. يعني تنفذ لكل قرية منظومة خاصة بالقرية هذه. تمام. فهذا نموذج. في نماذج أخرى مثلا أعرف شابات موجودات هنا في اليمن برضه يجمعين تبرعات كثيرة جدا ويوصلين مثلا من حيث الملابس من حيث توفير الغذاء وما إلى ذلك. فهناك كثير من النساء ونعتقد أن احنا نحتاج نعمل دراسة في هذا الجانب عشان نعرف حجم المشاركة النسوية الفعلية بحيث أن احنا نتباهى نقول والله أن هناك مثلا 10,000 ولا وتيبر من النساء قدمين خدمات مجتمعية رائعة استطاعين أنني حافظاً على تماسك المجتمع من الانهيار ومن الجوع ومن الفقر. نعم. إذن دكتورة نجاة ماذا قدمت النساء من مقترحات أفكار أوراق سياسية تساهم في حل بعض المشاكل الاقتصادية خصوصاً وأن المرأة حاولت إثبات ذاتها في هذا المجال مثل ما قلنا من خلال بعض الأنشطة التي قامت بها. طبعاً في نساء قدمين أوراق سياسات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. أنا كنت واحدة منهن. كانت معي ورقة قدمتها لمكتب المبعوث وأيضا الآن عملت دراسة حول الملف الاقتصادي ما مدى أهمية الملف الاقتصادي في عملية السلام. نعم. وأكيد كثير من زميلاتي تناولين هذا الموضوع. تناولتي بشكل عام أم بشكل الملف الاقتصادي النسوي الملف الاقتصادي المخصص. في عملية النسوي يعني يمكن أشرنا لها بشكل في نقاط معينة مثلا في بعض النقاط أنه مثلا قيادة البنك المركزي. نعم. لماذا لا تكون هناك نساء في قيادة البنك المركزي في مجلس الإدارة؟ صحيح. تمام. لماذا هم كلهم رجال؟ لا بد إنه يقول لك إنه ما فيش. بالعكس إدارة البنك المركزي فيها من الكوادر النسوية بعضهم لديهم خبرات أكثر من 20 عاما وتبوين برضو مناصب قيادية لم تصل مثلا إلى مجلس إدارة ولا إلى نائب رئيس البنك لكن كانت مثلا مدير عام حتى درجة الوكيل كانوا يعني يحس إنها يعني كثير على المرأة بينما هي ليست كثير وهو حق دستوري وحق إنساني وحق أخلاقي طالما أنها بتقوم بدورها كما يجب أن تقوم به.
إذا للمرأة نشاطات مختلفة في سيناريوهات العمل المدني المجتمعي لخدمة عملية بناء السلام، وهذا ما سنتحدث معه وسنكمل فيه محورنا الثالث من حلقة اليوم من برنامج النساء والسلام، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في برنامج النساء والسلام، والذي نسلط من خلاله الضوء على أبرز القيادات النسوية في المجتمع اليمني، وما الذي حاولنا تقديمه في الأزمة التي تمر بها البلاد، وكيف تحاول المرأة اليمنية أن تثبت ذاتها وجهودها في عملية صناعة السلام. نرحب مجددا بالدكتورة نجاة جمعان الموجودة معنا في حلقة اليوم، وننتقل معك إلى المحور الثالث كما أسلفنا سابقا قبل الإعلان عن سيناريوهات العمل المدني والمجتمعي وخدمة عملية بناء السلام وآليات التطرف بينهما. نتحدث عنك شخصيا ودورك ضمن الفريق الاستشاري للمبعوث الأممي، حدثينا عنه. طبعا احنا شاركنا في الاجتماعات السلام الذي عقدت في جنيف ولم تكتمل، والذي عقدت في ستوكهولم. طبعا في ستوكهولم حقيقة لم كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا كنساء. من حسن الحظ انه معظم الذي موجودين هناك معظمهم زملائنا، ويعني اما عملنا مع بعض وكنا في مؤتمر الحوار سواء من الطرف ذا او من الطرف ذا، فكان يعني التواصل سهل بس الى 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 حد معين. يعني انه انك تكوني انت شريكة في عملية السلام في وطن يشمل الكل، هذا يعني محدود عليك. يعني مثلا المفاوضات هي كانت مفاوضات بين أطراف محددة، وإحنا كاستشاريات كنا نقدم بعض الرؤى لمكتب المبعوث يعني عندما يطلب منا ذلك. يعني مثلا عندما تنتهي الاجتماعات مع الأطراف تطرح لنا القضايا ويتم تداولها ونحط آراء. هذا الجانب الذي شاركنا فيه. طيب ما هو السبب عندما قلت أنه كان الدور محدود؟ محدود عدم تقبل رأي المرأة أو عدم لا الوضع. هو مش عشان المرأة فقط، وبرضه يبدو أنه الهيكلية حق عملية السلام هي مبنية بالشكل هذا، أنه عندك طرفين للنزاع ومكتب المبعوث فقط. فعندما أرادت الأمم المتحدة، لأنه كان طرح موضوع مشاركة النساء لأطراف النزاع وكان في تحفظ في هذا الموضوع بدليل أنه لم تشارك إلا امرأة واحدة في إحدى الفريقين، فكان تأسيس الاستشاريات كنوع من المناصرة لمشاركة المرأة في عملية السلام. وكان مكتب المبعوث شخصيا كان مهتم بأنه يأخذ بعض الآراء حول بعض القضايا في جانب مثلا في الجانب البنك المركزي والرواتب، كنت أنا يعني أتكلم في هذا الموضوع في أو أقدم استشارة في هذا الموضوع. في جانب السجناء وما إلى ذلك كانت الأخت عفراء، فكنا نحاول نحن في جانب مثلا بناء الدولة كانت الدكتورة بلقيس. والأخوات الأخريات مثلا في عملية حل النزاعات كان معنا برضو أخوات سمية وما إلى ذلك. فكان يعني كل واحدة من الاستشارات تقدم ما تستطيع أن تقدمه من خلال خبرتها في 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 المجال الذي تعمل فيه. إذن هذه تعتبر نوع من أنواع المشاركة السياسية للمرأة. ما أهمية المشاركة السياسية للمرأة في هذا الأمر؟ مهم جدا. أنا أشوف أصلا المجتمع زي ما ذكرنا امرأة ورجل، فلا بد أن يكون هناك يعني مزيج في القيادة من النساء والرجال لكي يعني تكتمل الهيكلية. يعني مثلا إحنا نتكلم عن مبادئ الإدارة في مجالس الإدارة في الحوكمة مثلا، يقول لك واحدة من مبادئ الحوكمة أنه لا بد أن تكون هناك في 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 المجالس الذي تحكم الموضوع أنها تكون فيها تنوع من حيث النساء، تنوع من حيث الثقافات، تنوع من حيث التخصصات، عشان تثري تستطيعين تثري لما تكون هناك. صحيح. مشكلة بتنظري لها من كل زاوية، من كل زاوية. لكن لما تكون فئة محددة حتنظر لها من محصورة في إطار محدود، وبالتالي قد يخرج القرار مشوه، يخرج القرار لا يلبي تطلعات واحتياجات كل الفئات.
لذا من الضرورة المشاركة للنساء، لأنها حتكون حاملة رسالة وقضايا وهموم النساء، وترفعها وتستطيع أن تتكلم فيها وتستطيع أن تنظر لها وتنور متخذ القرار من كثير من الجوانب، بحيث أنه تكون قرارات عادلة منصفة بالنسبة للمرأة من حيث الحقوق والواجبات في النهاية يعني كمواطنة. نعم. إذن دكتورة نجاة، كيف يتعامل الفاعلين الدوليين في الملف الدولي والدول الراعية مع الآراء والمقترحات التي تقدم من قبلكم أنتن كاستشاريات أو كمستشارات في مثل هذه القضايا؟ هي حقيقة الآن بتأخذ بجدية وبعين الاعتبار، بس في النهاية يعني هي بترفع لمستويات عليا مثلا. نعم. قد تستجاب وقد يكون هناك مثلا آراء مخالفة في هذا الرأي. يمكن عملية المشاورات أو التواصل بتكون محدودة، يعني يكون مثلا لقاء أو هو لقاء واحد، لكن عندما تكلمي عن قضايا مهمة تشيلها أكثر من لقاء، تشيلها حوار، تشيلها تحليل، تشيلها وجهات نظر متبادلة، بحيث أنه كل طرف يستطيع أن يطرح وجهة النظر في النهاية الصحيحة بعد المداولة وبعد المشاورة. دعينا نكون أكثر دقة حول هذا الموضوع ولو قاطعتك، هل هناك آراء تم اختيارها أو تطبيقها أو العمل عليها من قبلكن كاستشارية تم الرفع بها؟ هو يعني رفعت كثير من القضايا، لكن أعتقد أنه طالما لم تحسم عملية السلام إلى هذه اللحظة، معناتها لم يتم الأخذ بكل ما طرح يعني بالتأكيد. نعم. المدى الذي تستطيع يعني. نعم، وهذا ما نبحث عنه، وهذا ما نبحث عنه. أنا من أول أحاول أصل إلى هذه النقطة. المدى هي حقيقة، وللأسف يعني أنا أتمنى أنه يعني تأخذ الآراء بجدية، لكن برضو أرجع وأقول أنه بيئة العمل في الصراع هي بيئة معقدة. نعم. يعني لا 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 اترك اللوم، لا اترك اللوم على طرف انه مثلا ما بيستجيبش المطالب النساء، لكن انا متاكد انه هناك في تناقضات وفي تعارضات وفي يعني كثير من الامور يصعب بعض الاحيان الوصول الى حلول سريعه. من هذا الكلام ايضا نستنبط سؤالا اخرا، ما هي او المدى وجديه سماع اصوات المكونات النسائيه وتبني مقترحات وحلول تاتي من المكونات النسائيه؟ هو نفس الموضوع ونفس السؤال، ولكن أنا أريد بطريقة ثانية، بطريقة أخرى ثانية. حتى لو قمنا بتحديد نسبة معينة مثلا، هي شوفي يعتمد على الصفة الذي موجودة فيها المرأة. نعم. يعني صفة الاستشاري استشاري، يعني في النهاية ممكن تأخذ ممكن ما تأخذ. نعم. لكن المشاركة الفاعلة، يعني مثلا أنه تكون النساء على طاولة المفاوضات، تكون هناك ندية في الطرح، ندية في النقاش، هنا ممكن إلى حد معين. ولو أنه برضو أنا أرى أن النساء لا زال قدامهن مشوار طويل لكي يعني يصبح صوتهن مسموع، يعني لا زال في صراع طويل للأسف، يعني وأقولها بعد خبرة طويلة يعني. بالرغم أنه أنا مثلا أنا أعتبر نفسي محظوظة إلى حد كبير، أستاذة جامعية حاصلة على شهادة الدكتوراه، لي مشاركات كثيرة جدا، لي أدوار كثيرة حتى في شركتنا كشركة عائلية، عضو مجلس إدارة، لكن في بعض الأحيان أجد أنه العامل الثقافي يعيقك من أنك تكوني يعني في صف اول يعني المجتمع عندما يكون مجتمعا ذكوريا. نعم. يعني اذا كنا يعني صادقين مع انفسنا ومع المشاهد، عندما يكون مجتمعا ذكوريا في هي هذه الاشكاليه فعلا. يعني بالرغم انه يعني لو تقيم ما تقوم به النساء الفاعلات، حيلاقوا انها قيمه اقتصاديه وقيمه اجتماعيه، لو سخرت بشكل صحيح حيكون منافعها كبيره على المجتمع وعلى عمل السلام. نعم. أيضاً إلى أي مدى يمكن أن نلمس صدق وتفاعل المبعوث الأممي في الإيمان بقضايا المرأة اليمنية، التعامل معها؟ أنا أعتقد أنه بالنسبة للمجتمع الدولي هو عارف إيش اللي بيعمل، لأنه عندهم قوانين دولية بتحكمهم، عندهم لوبيات بتحافظ على حقوق الأطراف كلها سواء كانت النساء والرجال، وبالتالي هو لا يستطيع أن يخرج عن ما هو مرسوم له. فهناك جدية بالنسبة للمجتمع الدولي، جدية للمكتب المبعوث مشاركة النساء، لكن زي ما قلت لك أنت عندما تتعاملي في بيئة فيها صراعات هناك حسابات أخرى لابد أن تؤخذ عشان يكون هناك نوع من التوازن. نعم. تمام. أما بالنسبة للجدية هناك جدية وهناك عمل حقيقي لتمكين النساء
من المشاركه، لانه اصبح ما عادوش يعني مزاج فردي، هو مزاج دولي الان. صحيح. وفي هناك القرار 1325، وفي قرارات تابعه لها، وفي حركات نسويه قويه جدا على مستوى الامم المتحده وعلى مستوى العالم، يعني لابد الالتزام فيه. نعم. بس احنا النساء ايش الذي نقدر نعمله؟ كيف ان احنا نتعامل مع هذه المعطيات بحيث ان احنا نحصل على المكان التي يجب ان نحصل عليها؟ هل تعتقدي ان النساء في المجتمع اليمني ايضا تكاتفنا ووقفنا الى جانب بعضهن البعض حتى يصبح لهن صوتا واضحا؟ هو بالتاكيد في تشبيكات، في علاقات، في، بس لازلنا نحتاج ان احنا نعمل على يعني تمكين النساء للعمل مع بعض بقوه، وايضا دعم بعضنا لبعض، بحيث ان احنا نستطيع ان ندفع بزميلاتنا القادرات والمتمكنات للوصول الى مركز اتخاذ القرار او الى المراكز التي تستحقها. نعم. اذا دكتوره نجاة جمعان، في نهايه هذا اللقاء الرائع، ما هي كلمتك الاخيره حول مسارات النساء والسلام في عمليه صناعه السلام في اليمن؟ يعني أنا أطلب من النساء، من زميلاتي في عملية السلام، في التنمية، في يعني تناول القضايا التي ظهرت من الحروب، أن يستمرن في الجهود، جهود رائعة يقومن بها وجهود مرصودة، وإن لم تظهر الآن لكن تاريخيا حتسجل. وأيضا أطلب من الباحثين أنهم يدونوا هذا الكلام، الباحثين والصحفيين والجامعات ومراكز الأبحاث، أن تظهر هذا العمل بشكل علمي بشكل صحيح، عشان نعكس رسالة حقيقية عن الدور الحقيقي للنساء. احنا من 2015 إلى اليوم كان هناك أدوار رائعة للنساء، سواء في عملية السواء أو حتى في البناء. يعني واحدة من الأشياء، الصواريخ بتضرب وإحنا بنعمل محاضرات، نساء ورجال، يعني هذا برضو يعني مواقف وأدوار يعني يشكر عليها المجتمع، يعني الذي بيستمر في تقديم الحياة. ف يعني زي ما قلت، نصيحة للنساء ان يستمرن في جهوداتهن، وهذا حق واستحقاق انساني واخلاقي. عندما تستطيع المرأة انها تشارك في اي مركز من مراكز اتخاذ القرار، لابد ان تسعى له وان تمارسه بمهنية عالية، وهي ستجد نفسها في المكان الذي تستحقه. وفي الجانب الاخر، انه تستمر النساء في عملية السلام وفي الدفع بعملية السلام، لأنه لن تستطيع أي مجتمع أن ينمو ويتطور إلا إذا كان هناك سلام للإنسان. إذا السلام للإنسان هي الكلمة التي ختمت بها الدكتورة نجاة جمعان لقاءها اليوم، وهي تؤكد على أهمية تسليط الضوء من قبل الإعلام والجهات المختصة على الأدوار النسوية التي قامت بها المرأة خلال الست سنوات الأخيرة. دكتورة نجاة جمعان، كنا سعداء جدا معك في برنامج النساء والسلام، وننتظر دائما وأبدا كل التوفيق لك ولغيرك من القيادة النسوية التي نفتخر بها دائما. شكرا كثير على هذه الفرصة ان احنا نعكس ادوار النساء، ونتمنى لكم التوفيق في رسالتكم. شكرا جزيلا. اذا المرأة اليمنية تستطيع ان تكون رقما اساسيا طالما ارادت ذلك، ومهما كانت الصعوبات الا انها ستصل الى ما تريد في يوم من الايام. النساء والسلام معكم في حلقات متتالية، الى ان نلقاكم باذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.